ضمن المناشط المتعددة لمئوية السلطان علي دينار قررت اللجنة العليا إعداد فيلم توثيقي عن الآثار في دارفور. هناك عدة عهود تاريخية في دارفور. المرحلة الأولى مرحلة لا تتوفر فيها معلومات كافية. المرحلة الثانية هي مرحلة التاريخ الإسلامي، وفيها غزارة في المعلومات. لذلك قررنا أن نبدأ بالمناطق التي بدأت فيها الحضارة الإسلامية. بدأنا بزيارات لعين فارة، الاسم الصحيح عين فارة وليس عين فرح. في هذا الموقع وجدنا قصر السلطان شاودورشيد ومسجد السلطان شاودورشيد. تاريخ هذه الحقبة تبدأ ب 1400 ميلادية، ولكن عندما وصلنا كباحثين لهذا الموقع أدركنا أن هناك حاجة لمراجعة التاريخ الإسلامي في السودان كله. نحن اليوم 13 من شهر يناير للعام 2018 في جبل فرح بمسجد السلطان شاودورشيد، وما يدل أنه مسجد هذا هو المحراب، وهذه هي أعمدة والركائز التي قامت عليها المباني وعلى القبلة وعليها من الطرف الآخر على آخر القصر المنير للسلطان شاودورشيد. نحن يعني أول مجموعة سودانية يعني من باحثين طلعنا في هذا الجبل لاستكشاف هذه الآثار التاريخية. أمر آخر في أن القصور، قصور السلاطين في هذه المناطق، نجد أن للسلطان أكثر من قصر فوق الهضبة، فوق هضبة جبل مرة اللي هي نحن بشأن دراسة تاريخ والاكتشاف الآثار المبثوثة في هذه الهضبة. السلطان شاودورشيد كان له أكثر من 4 قصور فوق هذه الهضبة. نحن زرنا قصرين من هذه القصور، قصر فارة، جبل فارة، وكذلك زرنا قصر تونكيلو في طرة. لم نستطع مشاهدة أو زيارة
قصرين، قصر في توره بالقرب من كبكابية، وقصر آخر في منطقة طرة أيضا تسمى كوسه. هذه المناطق لم نشاهد، ولكن للمام بتوصيف هذه الزيارات. أيضا شاهدنا أوري، وهي منطقة تعود التاريخ، يعني التاريخ هذه المنطقة ل 1550 متزامنة تقريبا مع قيام سلطنة الفونج. هي قصر لسلطان شهير من سلاطين الفور اسمه السلطان دالي. هذا السلطان له قصر في أوري، واكتشفنا أن هناك بوابة ضخمة جدا يعني منحوتة لم ينتبه إليها الناس، ووجدنا مسجد بسعة 40 يعني بسعة كبيرة جدا جدا، أبعادها 40 متر في 40 متر، و ب 66 ركيزة تقريبا. منطقة أوري مدينة كاملة وثلاثة مدن حصينة فن معماري قديم يزيد ترجع للأسر الحجري الوسيط، وبالتالي يعني بتشوف انه شكل العمارة مكونة من ثلاثة ولا أربع غرف، والغرف دي كلها مفتوحة للبهو. في أوري ما لم يذكره الناس ووجدناه رواية متداولة بين الناس، أن هذه المدينة الحجرية، وهي مدينة ضخمة جدا جدا، هذه المدينة الحجرية التي كانت تسع آلاف الناس وتمتد لعدة كيلومترات في الساعة، كانت تعتمد على سد مثل السد سبع في اليمن. وعندما انهار هذا السد تفرق السكان وتوزعوا إلى بقية أنحاء دارفور. هذه مسألة أيضا يعني من الاستكشافات التي وقفنا عليها. وجدنا أيضا فندق حجري ضخم في أوري، ثم انتقلنا منها إلى الآثار في طرة، وهي يعني بعضها متزامنة مع الآثار الموجودة في جبال فرنم اللي هي عين فرح وعين فارة وعين سيرو. الآثار في طرة أيضا متنوعة، وأكثر ما استرعانا هي مشهد المدرجات التي يعني أنشأها القدماء في هذه المنطقة ربما لآلاف السنين، وكانوا يزرعون فيها، وما زال السكان الآن يستخدمون ذات المدرجات لزراعتهم الآن. ثم انتقلنا لمنطقة تونكيلو، ونعتقد أن هذا أقدم قصر من القصور القديمة ومقر قديم، بدليل أنه سكنوا واستغلاه شاو دورشين، الذي استغل أيضا القصر في عين فارة. الفارق أن هذا القصر في تونكيلو لم نقع على ما يدل على وجود مسجد، فلذلك ظننا في أن هذا القصر هو الأقدم. أيضا نمط بناء هذا القصر يختلف عن القصور الأخرى. أولا هو منشأ في جبل بركاني هش، على خلاف المسجد القصر المبني عليه قصر شاو دورشيت في جبل فارة، وهذا مكن في أنه يبنون طابق على سطح الأرض، ثم نزلوا فبنوا
غرفتين تحت الأرض، مستوى الأرض، بسلم يخرج للغرفة التي هي فوق سطح الأرض. ومن الغرفتين عملوا فعلا سلمين آخرين ونزلوا لغرفة أكثر عمق، يعني عمقه أكثر من 10 أمتار تحت الأرض. أقدم من الآثار، من آثار كبكابية أو شوبة، أقدم منها هي آثار قرة جامع نفسها والمسجد فيه. وهذا المسجد تحفة فنية رائعة جدا، وما زال على هيئته الآن، ولم ينهار منه أي جزء مثلما انهارت أجزاء من المساجد والآثار القديمة. وما يلفت النظر في فن المعمار هنا في طرة أنه يعني فيه دقة وتركيز أكثر، لا تجد أي فجوة بين حجر وحجر، وسمك السور هنا متر كامل. وفي داخل المسجد 12 ركيزة مبنية أيضا بشكل هندسي فريد، هو مربع ولكن يعني مقعر، بحيث أنه في الوسط هناك الرقة الطفيفة يمكن الإنسان أن يلاحظه، فهذا أيضا يعني دال على وجود فن، وأنه هذه القصور وهذه الآثار طبعا في طرة، دفن في طرة 9 من السلاطين الفور مدفونين في طرة، وهي اتخذت مقبرة يعني ضريح لكل السلاطين. بعض السلاطين حتى مات منهم في منطقة بعيدة، زي السلطان تيراب مات في بارع. زرنا دولوكوري، منطقة تاريخها في 1600 تقريبا، وينسب لسلطان تنسم، وهو جد فور المسبعات. آثار هذه المنطقة وآثار عين فارة كلها آثار إسلامية، بدليل وجود مساجد. هذا هو سور القصر، وهذا هو منزل السلطان تنسام، وهناك مسجده. فلذلك هذه الحقب، يعني ما من بيت من بيوت هذه الحقبة إلا ونستكشف فيه مسجد لم يذكره عالم الآثار المشهور البروفيسور أركل عندما زار هذه المناطق. انتقلنا لقصور لآثار أخرى في منطقة كبكابية، تحديدا في شوبة، وزرنا المسجد الكبير. وهذا المسجد في طرازه من حيث العمارة على نسق العمارة الإسلامية في شمال أفريقيا، ويطابق مساجد قيروان، مساجد فاس، والمساجد التي بنيت في شمال أفريقيا. وهذا المسجد تميز بساعته الكبيرة، إذ تبلغ
أبعاده على التقريب من حيث المساحة عرضا حوالي 30 مترا وطولا حوالي 40 مترا، وهو مبني بطوب قوالبه يختلف عن كل قوالب، ويتميز بوجود أعمدة كثيرة جدا، ويتميز كذلك أنه فيه فاصل يفصل بين مصلى النساء والرجال في مكان واحد. في نفس الوقت به على الجانب الجنوبي الشرقي من المسجد به فاصل لإيداع الكتب من المصاحف التي نسخت باليد من قبل حافظة القرآن في دارفور. وظل هذا المسجد أدى دوره حتى بعد انتقال العاصمة إلى الفاشر. سلطان تيراب حكم دارفور من 1753 إلى 1778، 33 سنة. هذه الفترة قسموا لثلاثة أشياء في حياته. الفترة الأولى يعني بيسموها الفترة بتاع 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 بهجة، والفترة الثانية كرسوا في بناء المساجد، فبنى 99 مسجد موزع على كل أنحاء دارفور. والفترة الأخيرة قضاها في الجهاد. هذا قصر السلطان محمد تيراب ابن السلطان أحمد بكر ابن السلطان موسى، صعدا إلى جده سليمان الثاني وإلى جده كورو. والموقع لهذا القصر هو في منطقة صوبة الأثرية، وصوبة هو تسلسل لسريان السلطة من الشمال إلى جبل مرة إلى صوبة إلى الفاشر. وما يميز هذا القصر أنه قصر به 40 غرفة وبعاده 40 مترا في 40 مترا طولا وعرضا، ويحيط أسوار به 4 أسوار خارجية. بين كل سور وسور يوجد عدد من الغرف كانت تخصص لحراسات القصر، وغرف كانت تخصص للأمراء أو ما يسمون سومين دولة، أبناء رؤساء القبائل والعشائر الذين يؤتى بهم ليتدربوا على فنون السلطة في هذا القصر. حقيقة هذا قصر السلطان تيراب نقل من عاصمة ترة عام 1823، وهي العاصمة التاريخية الإسلامية طيلة أمان فترات السلطنة. هذا القصر مدقات وطور الدوائر، هذه كانت مدقات لدق العطور وتبخير القصر وتعطير القصر. هذه الحقبة من الآثار يمكن أن نختمه بالآثار اللي خلفها السلطان علي دينار عليه رحمة الله وشهيد. تبدأ بقصر السلطان علي دينار في الفاشر. هذا المبنى الذي بناه السلطان علي دينار في عام 1911 واكتمل عام 1912 تحت إشراف الحاج عبد الرازق، وهو من أصل التركي، ورجلان من أولاد الريف المصري عطية موسى وأحمد محمد، ومهندسان ديمتري وتوماس اللذان قاما بأعمال النجارة. هذا القصر يحتوي إلى أجنحة كثيرة. يتكون القصر من قصر السلطان علي دينار، والذي هو عبارة عن مكتب للسلطان علي دينار ومكاتب لأعوانه وديوان القهوة، وهذا الديوان كان يعني سلطان علي دينار يتناول فيه
الإفطار والقهوة في هذا الديوان اللي هي محلات السمر والاجتماعات الصغيرة مع 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 بعض الأصدقاء من السلطة، عندهم أوقات محددة بيطلقوا فيه القهوة، في نفس الوقت في عروض بتتقدم لها، والعروض اللي بتتقدم فيها دائما العروض الغنائية. وكذلك بيت الميارم، والميارم هم يعني أميرات يعني من زوجات السلطان وبنات السلطان، يسمونها ميارم. فبيت الميارم هي بيت كبير يشمل يعني كل عائلة السلطان علي دينار، أبناء السلطان وزوجاته وبناته وغيره. يبقى إنه نحن لما ننتقل للجانب الشمالي ده، وده حسي أنت شايفه، اعتدى عليه، والاعتداء عليه بوزارات، يعني حسي دي الجزء ده خاصة ببيت الميارم، يعني الغرفة الشايفة دي كل ميرم عندها غرفة براها بتكون قاعدة فيها، ويعني دي غرفة فلانة ودي غرفة فلانة ودي غرف بتاعت الميارم. أما السلطان فهو قاعد في البيت الكبير ده اللي هو دي بيت الراحة بتاعته، فحس دي اعتدى عليه، عملوها مكاتب بتاعت وزارة الصحة. والقصر ده ما بناه السلطان دينار، ده أقدم من القصر الموجود، دي قصر بناه محمد الفضل جد السلطان دينار. أما الـ 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 القصر الثاني ده اللي هو حسي موجود فيها دي وزارة، شايفين هذه وزارة المالية، والاعتداء عليه إنه القصر ده أول قصر بناه السلطان عبد الرحمن الرشيد، بعد أول قصر اتبنت في هذه المدينة. السلطان أنشأ مسجد وأنشأ كذلك قبة لوالده. الجامع اللي قدامكم ده جامع الناس بيسموه جامع الفكي زكريا، اللي هو قبة الفكي زكريا والد السلطان علي دينار، علي ابن زكريا ابن محمد الفضل ابن عبد الرحمن الرشيد. هذا القصر ما له مثيل على الإطلاق في 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 بلاد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكان بينم على أنه للسلطان علي دينار يعني ذوق. الأدوات الموسيقية التي وجدت في هذا القصر من القربة الإنجليزية والمعازف المختلفة كانت مسألة يعني أشادوا بها، وهم من أيضا يعني اندهشوا كيف وجدت مثل هذه الأشياء في قصر في دارفور التي كانوا يظنون أنها يعني خالية من العلامات والمعالم الحضارية.